وكيف حالكم وهل عندكم ما حل بالعاشق المظلام وهل تذكرون مثل ما ذكرنا لكم وهل تسألوا من جاء إلى أرضكم عنا لأن وحب الله من شوقنا لكم نسائل نجوم الليل عنكم إذا جنا صوت الحمامي إذا غنى فلي شعري أي كانت فلكم وذاك الوفا المعهود من بعد ما كنا أمانة عليكم هل خفرنا جبالكم بهادي كما كنا أجركم أو مظالكم فقد فاز رب الصابر بالمقصد الأدنى إذا قد رضيتم فافعلوا ما بدا لكم مراد الرضا منكم برغم الذي يجنى ولا
محروم المملوك يرعى وصالكم ولا تمنعوا أثماركم ساعة المجنة.